شوفي ليش عم تصور. قلت لحالي خلي شي ذكرني فيكي قبل ما تروحي. ليك جود أنا كتير متضايقة، مو ناقصني غلاصتك بنوم. إذا جاي كرمال عروة فاليوم عروة ما عنده شي، فأنت فيك تمشي. معناتها بنطلع مع بعض. لوين بدنا نروح ما فهمت؟ وليش لأطلع أنا وأنت؟ كرمال روق لك مزاجك شوي. أنت هلأ بحاجة لإلي. حابة سافر على أنقرة بنوب، يعني على الأقل حاليا. لا تروحي، مو بكافي أبدا. عن جد ارتحت كتير. الجو كتير حلو. لكن الجو قلت لي الجو مو بتضل بتقول عني امراس يا بس، وانت في عندك قلب مثل الحجر. لما ما يكون قلبك طيب ما بتنحب بحياتك. ايه بعرف. تعرف انه بكل لحظة صعبة عم لاقيك موجود. مين انت احكي لي؟ انا الازهر اللي رح تعلميك كل شيء. هيك لك يا استاذ يا ازهر. بس قبل ما نبلش بالدرس الثاني فينا ناكل شيء لقمة؟ لانه انا اذا جعت ما رح فيدك بشيء ابداً.